في الأجواء الرمضانية الدافئة وبعد انتظار دام خلال فترة النهار انطلق مدفع رمضان. أرمي. وأذن المؤذن بصوت خاشع. ذهب الظمأ وابتلت العروق. ينتظر الصائمون هذه اللحظة من كل يوم في شهر رمضان المبارك التي تبدأ بصحبتها اللحظات العائلية المفعمة بالدفء. يعد انطلاق مدفع رمضان من أهم الأحداث التي يحضرها الزوار من مختلف مواقع دولة الإمارات، وينتظرها آخرون أمام مائدة الإفطار، فهي الفعالية التي تتناسب مع الأجواء الروحانية والإيمانية، حيث يتم أداء صلاة المغرب بعد انطلاق المدفع، مما يضفي على الفعالية جواً من الخشوع والتأمل. يشهد جامع الشيخ زايد الكبير واحدة من هذه التقاليد، حيث يحرص الكثيرون على حضور انطلاق مدفع رمضان في هذا المكان المميز. قصر الحصن يأتي ضمن هذا السياق أيضاً، حيث يعتبر مدفع رمضان في قصر الحصن من الرموز الرمضانية المهمة في العاصمة. يتميز القصر بتاريخه العريق الذي يمتد إلى القرن 18، مما يجعل هذا الحدث لا يتجزأ من التراث الثقافي والتاريخي للإمارات. يرتبط مدفع الإفطار ببهجة الأطفال، حيث يجتمع الأهالي والعائلات في هذا المكان للاستمتاع بالأجواء الرمضانية الساحرة. يتمثل هذا في فرصة لتعزيز روح المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي بين أفراده. ويعكس انطلاق مدفع إفطار شهر رمضان في أبوظبي تراثاً غنياً وروحاً اجتماعية قوية، مع تأكيد القيم الدينية والثقافية التي تميز هذا المجتمع.